نصائحنا سوحا كمد اه اي علمدو اي اسو جيديان دادكاس اسقورسدي وامركا اوغوه الرئيساء قفكو ان او صنقنين بخيل ان او صنقنين بخيل تنمدا سلقموضا مدي مالكا اهيد ان او صقفكو كو بخيل كلمة دو واناكسن وحو ان على مدها واناكسن الكا عدينتا قصلكا سو جيدا شادا ان او قفكو كو دادالو صوتا اصوماين تبصمكا في وجه أخيك صدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصلك إلك عدين تاذا ولالك هرتي سأذكو إلك عديسي وصدقه ولالتي نوانا وحاكو غمضان قفك قريقة كلاد دقية أو حاسك كون غنية ياكو غمضان وحالا إلى هذا علمات وحيد يجرين مركا أي ددك إسكورسانا يا أيوانين يان سيدا وحيابا بضان أي شيق جرين أي علمات أي كو إلهامين جرين qofku in ay ka muuqato jajabnaan iyo deganaan iyo dhimrin marka uu gurigiisa soo galo waana midda nabi sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay khayrukum khayrukum li ahlihi waxa idinku khayr badan ninka reerkiisa ugu khayr badan wa ana khayrukum li ahlihi aniga ana reerkayga ugu khayr badan dadka dadka waxa ugu wanaag badan qofka xaaskiisa ugu wanaag jinta badan ragga waxa ugu wanaagsan ninka xaaskiisa ugu wanaag jinta badan قبلها نوحا هو ناكسن مدى ننك هو ناكسن تبغن هذا يدد كوردن كو أمانان وننك رجل نمين سمارتين وننك واسان وانو وناكسن وفي عيني هاي حاس كاقونا اينا وناك هو قمي وحبك مجران وحبك مجرد وحاك قضب كاسوا قضب كي انه اني مركة لبضقف باللابان نرشا اني مركة اوغوه الرئيسي اي اسكود دقان واين اسكود دق دقين او ماشي لباتا اينا كايمانين مدى اللباد مركة اي لبضقف انسي هلان oo ay wada fariistaan oo ay isku dagaan oo ay is arkaan oo labadii qof ayna kala diidin in labada qof ay ka wada hadlaan nolosha gurigoodu say ku soconaysa wad garanaysan salafkii waxa dhig jiray gabar baa la soo guursaday ninkii markuu u soo galay ayay waxay bilowday muhaadaro muhaadaray bilowday waxay tii u kaadi sug muhaadaray jeedisay نيو أنو وقف مسكينة هنهي مرتبان كو أهي إلهي با إيكا ملكسيي أو إيكا قوريي إلهي كعبسو ويوانسي ويوانسي واندي مركي لما يسي يو أسوغن وعيري مركي هارو واني كما إجرن رق مركي سواق قلان إنت بضان ميالك لا أعاد مركي سي وحي وعيري مركي سان أنو واني إنتان إسكدون دوني بان واني وانا شاقي مركي واني ذا سدح ذا لبدا قف إنا قران محي هضيحة قرينا يسكون راعان وحالي راه سبل التعامل ما هي كوة نقمي كرام هذا هو طريق إلى سعادة طريق السعادة الله أمر نواكاس سيدي الله وضقف كوة نقمي كرام ما حال الله وضقف هدو كدح دعو سوسو جيدي كرام ما حال الله وضقف هدو دحيا لا أي سكوت أي سكواري كرام وحا أغوه الرئي أو كوكا الحب فيما بينهما إن الله وضقف استعليهن ننكي ناكت إسقبا هذين حتى استعلان مركي اسقور سنين ان مر هذي اسقور سنين اي استعلادان او مدل بمتك كلا او تعلاده وانا مد النبي صلى الله عليه وسلم مركه او كهل لي ارواح ذا بني ادمك نفت كجرتا الارواح جنود مجنده روح ذا بني ادمك واعيدا ما الله يسو كاني فما تعارف منها ائتلف انت اسقرت ويسو ظلميا واسراعيا وما تناكر منها اختلف انت اسفهمنا ويكال عرسا هذه مركة اللي بدأ قف روح ضوء استعلاته مكلا تجيان وحال ليرة هذا قفك الروح ذا كجرته واسر إلى هاي قفك أوجلية أيضا واحد جعلاته أيضا واحد نعضة وأنا مدة مركي النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم إلهي القرآن ككسودة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا وحي كويدين يعني روح ذو حد هذا روح ذو وأمر إلهي وأمر إلهي مر هذا اللي بدو قف استعليهن انت بدن واسكوارا وحا دعي كرت إخواني وعجيب أه اللي بدو قف إن متكون متك كلا أوسى جعلين بلو في رسالة إنو متكون متك كلا جعلين هدي أي دعضه قف كاسي إنو قف كلا أوسى جعلين حتى هدول لنو ليهاي إنه إسكرر هذه إنه جعل ضوء وكرامية الحسن البصري أيه حال ويدية بليري حسن البصري أيه حال ويدية يان قبل إذا أقول يا ضد بضم بصاد دونا ينبا كيري
markaasuu wuxuu yidhi waxaad u guurisaa nin wanaagsan hadduu jeclaadana wuu karaamayn hadduu nacana ma dulminayo hadduu nacana ma dulminayo waana midda xataa nebigu sal allahu calayhi wasalam uu gaarsiiyey in ninku markuu reerkiisa la dhaqmayo uu been u sheegi karo iyaduna marka ay la dhaqmayso ay been u sheegi karto hadda beentaas macnaheedu maaha ogaada in laga wado wax kasta ood rabtid inaad xaaskaaga u sheegtid been u sheeg ma aha ninkaaga been u sheeg haddii been yar nolosha ay soo dhex gasho labada qof reerkooda wuu dumaa way kala aamin baxayaan laakiin waxaa laga wadaa beentaas waa wixii jacaylka iyo qalbiga ku saabsan inaad dhahdid oo kale xaaskaaga dumarka adduunkoona midda ugu qurxoon baa tahay inaad dhahdid xataa haddayna kula qurxoonayn inaad dhahdid weligay ma isdhahaynin qof dumaraho saa u jeceshaa adduunka ka helaysaa inuu dhaho waxaad mooddaa ilaahay inuu aniga ii kaa abuuray inuu dhaho markaan guriga ka baxo ma joogi karo bannaanka anoo guriga ku soo guriya noqdo soo ordayaan is arkaa waxaasoo dhan qalbigu ugu dhisayaa waxaa laga wariyey أم كلثوم بنت عقبة إن يتري ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص شيئا من الكذب إلا في ثلاث رسولك أو بين أو قلاضي ما أنا مقل صدح أرمض ما أهنه وكاسي وحيتر وحاكم ذها والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها ننك أو حاسك سأشا كيني إيا حاسك أو ننك ذا أشا كينيس ما أها إنو ضهو بقول قيل أهان لا يهي intaasoo lacagaha akownka ii taalla baabuur saas ahaan leeyahay markuu gabadha guursanayo markay timaadana meel cidla ay timaado qur-aankaan xifdisanahay saanaan ahay waa beentaas labada qof ay ku kala dhimanayaan laakiin wixii jacayl iyo noloshaa ku saabsan inuu qofku u sheego oo uusan qofka ka qarin xataa hadduusan jeclaynna inuu u muujiyo inuu jecel yahay waxaa kale oo ka mid a ikhwaani nin ayaa wuxuu u yimid cumar radiyallahu canhu amiir almu'miniin markaasuu wuxuu ku yidhi أنني لا أحب زوجتي حاس كي ما جعلي عمر ما وحو كويري اسكفر هذا جعلين ما يوحو كويري إن البيت لا يبنى على الحب قريقو سيدي سبا جعيل كمان اسمه وثيرية جعيل كمان اسمه لكن لبضو قفو استعلان كران هدي حتى قفكو قفكا كلاو سجعلين هنقلتا ايو naagtan middaan rabay maaha ninkan midkaan rabay maaha intay xagga iska dhigaan labadoodaa ilaahay isisiyo isu calfaye jacayl haysu muujiyana hays dhex dhigeen ilaahay baa isu soo jiidayo oo mawadda iyo raxma dhex dhigaya waxaa ka mida waxyaabaha looga baahan yahay labada qof oo isqaba inay noloshooda ku asaleeyaan hadday rabaan inay sacaado gaaraan atalatuf wadallaal isu dhimrin iyo isu jilicsanaan isu jilicsanaantaas waxay ka bilaabataa inaad xaaskaaga u yeertid magac macaan asag iyaduna ay ninkeeda ugu yeertay magac macaan labadii qof way isjeclaanayaan way qof walba qofka kale wuu aaminayaa wuxuu isleeyay qofkan wuu ku jecel yahay nolosha waxaa ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid mutafaq calayhi oo bukhaari iyo muslim isku waafaqeen inuu caaisho markuu u yeerayo magaceeda uu suusuubin jiray oo shasharxi jiray oo u dhihi jiray yaa caash waa qurxin macnaha magacii la qurxinayo inuu dhihi jiray yaa xumayra sida saxiix muslim ku sugan guduud middii guduudka badnaydee waa caddaan badan waa gabar aada u cad oo guduud badan wuxuu leeyahay ibnu athiir markuu sharxayay xadiidkaas wuxuu leeyahay kelimadaasuu sharxayay xumayra wuxuu leeyahy waa jamcu xamraa wa hiya albaydaa waa qofka dumarkaoha cad weeye buu nebigu leyay sal allahu calayhi wasalam oo caddaanta badan inuu marka magaca ku mudaacabeeyo ma nebiga keliya uu ahaa maya caaishana saasoo kale ahayd oo nebiga waxay ku leedahay sal allahu calayh wasalam nebiga wuxuu caaisho ku leeyahay innii acrifu cindamaa takuunii ghaadiba caaishay waan aqaanaa markaad ii caraysan tahay ghaadibatan minii markaad ii caraysan tahay waan aqaanaa taquulii waxaad dhahdaa warabbi ibraahim waxay dhihi jirtay ibraahim nebi ibraahim ilaahii abuuray baan ku dhaarto rabbigii ahaaye waa saas arrintu waa markay caraysan tahay وعندما تكوني راضية مركز راضي إغطها عني أنا أنا تقولي وحد أهيسا وربي محمد محمد ربي قسان كل أرطي سو كيدا شو سو معها هذا المعان سو معها إنا ترى أهديد إلهي قسان كو أبو ريبان كل أرطي وحان كل أرطي إلهي قي عبد الله سمي واسقع كودد إلهي قي فاضمي كو أبو ري إنا المقع وان أكسن أقو يرت
هذا أركتين مركع بس إيو ترين إيميل مركع مرت إن كستو أي شو أفكته أي حقيقة هين قالوا ذم قاعد يسوي أنا سمعت أن يمكن ناكت إسقوا وح بيع كرين وحالي مركي يقولوا جوان واستلام بناكي مركي جوجان هني سان وحبي إسقوا أخرنا يا وحبي إسقوا أخرنا دكتور أنا وحزين لما ضاقوا فاستجعليهم قفك مسلم يكون بناك إنه ساس وكو هذا معها أو دتك كلا وحيابته صه دتكو أي لبسنا يام لكن مركو جوري يسجوجو وإنه حاسك سوجيته هذا المعان كله هذا مقع في عن ويره وحاكمت ودمرين تاس دتك الله دمرين هيا إطعام وطعام خاشين في عن قفك إن لصيو مول في رصدة إن سي في عن قفك الله قوديو وحديث صحيح البخاري ومسلم كسوغان أيو النبي صلى الله عليه وسلم وحصاب وقضي سعد بن أبي وقاص ودمانيا سوء ملين يأسو ما دمان لكن مركز دبات حم بهيسته مركزو رسولك إلهي وو على علي مركزو رسولك حكيري وأنك مهما تنفق من نفقة وحكستو نفقة أهد بحسي إلا أجرت ولا غا أجرسين يا إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك حتى وح اللقمة دعا لقمة العيشك الحاس كاقا أفك أقلينيس إمام النووي أو حديثك في سيريا وحولية هاي مركة أي دعضو إن لبضو قفو إسقبا أي راشد أفك إسو قليان ومركة أي شهوة يحرير جنسي أو كدحي ومركة أي وح إحمريان أو سريرت أي جوغان أما نوع عاس وحيابا أي كدحيان أما أي سسوجيدانيان حتى مركة أي ماشا جوغان أجربا لوك القرية سيريا ووح عجيبة مركة إن قفك راشد ولبا صمالده وحيد أهان وحال لي راه ذا قفك الضمر كأ عربت حتى ساسا إلهان أور ربطة إنا إشارت كت أمرتو ودس هلن إنا أمرت نين كذا قلب كذا إنا هانتو وأيضا أدون أدون ونقضو صدح الرماد هاسا ميسو صدح الرماد هكود داشو وحكستو وكلها نعم له ثانية سانيال حاضر ها وصمينا يا هاي يهده ولي قام ما يهدين صوتو أن منك الضبع قوضا وحاكو جراء وح ان تشالنج اني سمعيان هدا ما يد هذا اصلا مركيبه و اسكو ديا انو وحوك اكينو معناه ميد لباد ان سي في عن علوش لوغو بوخير هاشين في عن لسيو هاشين في عن هداسيس ولي كان متغيو معناه ولي غري اسو يقانا معناه ميد صدحات او نينكا اي حاسكو كو هانن كرتو ان اي تراهدو نين كولا ميد ادونكا ما جيرو نين كا عقلي بدن او كا حوق بدن او كا رغنيمه بدن ادونك ما جيرو صدح لا ارمود هدي غبدو اي سميسو وحالي قلبك نينكا غعنتو او غليا وانا مده سلف كي مركه غبدو لا دارميان مخي دي جيرين كوني له امه اضون النقو يكن لك عبدا اضون بكون نقنياي فير هداد استراحه نين كان بقر اي سيد النقو او ديكتاتور كنقو او مقوني او ميل مري او حكم وكسي دريا وكوسي تمرديا وسي عريا وحي دي جيرين الرويلا وحا لي دوركي لا تلين جيرتي لاكت دي جيري مكاسا وحي كو تريبا لا يري marka uu dido ninka marka uu ka didana waa la isu kala daadiya ayu sa ka didina ku soo noqdo marka uu ku soo fariistana xariga lagu qabta macna marka aad aragtid inuu ku hoggaansan yahayna waxyaabaha dadka ka dhameeyso marka aad aragtid inuu xoogaa uu si fogaanayo oo uu madax taagayna isu dabciyo oo is hoos dhig oo soo noqonaya wa saacadadu meesha ay ku jirto waana midda nabi sallallahu alayhi wasallam uu gaarsiiyay heer uu nabigu dhaho hadii ida daa rajulu zawjatahu ninku haduu xaaskiisa u yeero oo uu dhaho uu dan ka yeesho sariirta haduu ugu yeero oo ay diido حتى فيري وحديث قاركود اي شيغ ان marka uu u yeerayo hatta haday foorno kor taagantay oo raashin karinaysa inay yeesho nabiga xulay sallallahu alayhi wasallam hameen ka haday diido oo uu ka xanaaqo waxay waabariisanaysa ayadoo malaa'igtu ay lacanadayso lacanad ba ku soo dagaysa lacanad ba ku soo dagaysa inaga rageen waxay u badan waxay kuleeyeen oo sheekh anagu bariyootan baa ma ku jiraay saanu bariyootamayna intaas oo markaan maalmood wax bariyootamayna wallahi waxaan arkay dad marka ay soo sheeganayaan oo niman ah oo ku dhahayo bil dhan baan bariyootamaya wax xaq u leeyahay bil dhan
markaas la ma yaa madax ay xanuunay ma yaa caaw saanaan ma yaa inta jirta ciyaalku haa saaxdeena sub xaq xaq sida loo meermeerinayo yaa bilo lagu dhameynaya macna ninki marka muxuu sameynaya meel kale wax ka raadsanaya waxa dhacday aan waxyaabaha ajeebka wax kamid nin wax meel wadamada muslimiinta kamid ah maalin roob da'ay oo dadkii isu soo baxeen oo dadku markay suuqa ka adeegeen roobku doo waa arteen dumarku dharka way laalaabanayaan suus ugu wasakhoobin ayaa wuxuu yidhi war maanta fidna jirta oo dumarkii qoobabka iyo qaqaawiyeena ninkii xaas lahow orod gurigaaga aado irbad isku soo dhufo irbadda la isku soo duraya waa maxay waa macnaha waxa weeye xaaskaaga dan ka soo yeelo dumarka kale ma fiirfiirinaysid fiiri waa wax cajiib oo meesha ku jira nebigu sallallahu calayhi wasalam wax weyn buu daaweynayaa markuu nebigu hadlayay sallallahu calayhi wasalam ninkaa yimid hadduu rabo xaaskiisa qalbigeeda inuu mulkiyo oo qalbigeeda uu yeesho asagana ha ku dadaalo arrimaha soo socda maxaa arrimaha ka mid ah gabadha uu qabo in uu ka dhaadhiciyo inay dumarka iyadu ugu qurxoon tahay dumarku waxay aada ugu dagaalamaan quruxda inuu dhaho wax kaa qurxoon ma jirto waa kow in uu dhaqaalaha uusan ka hakranin gacantiisa iyo jeebkiisa inuu u furo waxay rabto inuu siiyo deyntay rabta ha soo qaadato dhar baa la keenayaa hadda waa taqaanaa waddamadan dhar baa la keenaa dhar bay soo xaabsanaysaa wax yar weji gabax yay kaa arkin intaad oo dhar hay wadataa soo maaha lacagta hore ka bixisi akownkaaga akown free uga dhig waxa rabta kala baxdhe qofkaas way aaminaysaa waxay is leedahay ninkan wax u dhaqaale haddaynan ahayn qof xun waa la wanaajinayaa ninkaas waana midda ay soomaalidu waxay dhihi jireen gabadha way dhici kartaa baa la yidhi inay saddex wiil kaaga tagto oy ku dhashay laakiin saddex dheri oo buuxbuuxda kama tagto macnaha saddex dheri oo buuxbuuxa maxaa laga wadaa akownka haddii xoogaa fiican kuugu jirta weligaa kaama tegayso waa sida iyagu dhahaan soomaalidu say aaminsan yihiin laakiin hadday toban wiil ku dhasho oo isqabataan way kaa dhaqaaqaysaa macnaha sababtoo dumarka waxaa la yidhaahdaa ilaahay baa wuxuu ku qalbigooda wuxuu geliyey xubuljamaal qurux inay jeclaadaan tan kale shaqada ninka uu qabanayo sikuyur hadda fiiriya dhallinyaro waxaan arkay ka sheeganayso badanaa waxay ku leeyihiin gabar kasta oon guur u raadsanno waxay leedahay jaamacad ma dhigataa college ma dhigataa maxaad ka shaqaysaa annaguna ma weydiinno gabadha college ma dhigataa jaamacad ma dhigataa markaasaan waxaan idhi dumarkan waxay raadinayaan nolol sikuyura bay raadinayaan nolol habaysan oo ayna ka fakerin maxaad cuni doontaa ninkaan ma shaqayn doonaa bay ku fakeraan marka ay guursanayaan marka nolosha ama bakhiiltinimo yaan lagaa arkin gacantaadu ha furaato waa waxyaabaha qofka dumarka ah ninku haddii uu ugu jilicsanaado ay qofka ay qalbigeeda uu gelayo waxaa ka mid ah waana ikhwaani waa mid cajiiba u fiirsada ninka in weligii naagtiisu xaaskiisu aynan u arkin inuu yuusgaraynayo oo isticmaalayo weligaa inayna ku arkin inaad isticmaalaysa iyada isticmaalkaas nooc kale nooc kasta ha noqdo ha noqdo gogosha markii ay tahay inaad u tustid in labadiinnuba laba qof oo isjecel oo wada dhaqmaya aad tihiin laakiin intaad lix saac intaad tagsi ka soo degtay ama kowda oo gabadhiga hurudda aad wax u doonatid maxaa dhacaya dhibaata imaanaysa in marka ay u aragto qofkan dumarka ah ninkan in ay xuquuq ahaan ay la siman tahay oo uu rasbakti garaynayo oo uu jecel yahay oo uu wanaajinayo oo ay wada dhaqmayaan waxaa ka mid ah khidmada guriga markay guriga ka shaqaynayso inayna u arag in la yuusgaraynayo wixii uu awooda inuu qabto inuu la shaqeeyo oo shaqada la qabto oo ciyaalka la hayo oo uu garab taagnaado noloshii marka maxay dhacaysaa fiiriya waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a waxyaabaha dumarku qoraan waxaa ka mid a waxay dhahaan marka ay ninka guursata gabadhu weligaa geed ama kursi meel yaalla ma ku tiirsatay qofku marka hore suxulku saaraya wuu fiirinayaa inuu dhacayo in kale soo maada arag wuu isku tiirinayaa hadduu adkaado xoogaa waa taabanaysaa hadduu adkaado waad ku fadhiisanaysaa saas soo maa way isku kaa dayi way isku kaa tiirin haddaad dhacdid way kaa durkee haddaad u taagnaatid oy ku aaminto way kugu soo durkee haddaad u taagnaatid oy ku aaminto way isku kaa dhiibee xaqiiqadu saas weeye in marka weligaa aan lagaa arag inaad adigu meeshaan dam ku wadatid oo qofkan aad jaanis adigu aad ku wadatid ood ka faa'iidaysanaysid inay noloshu noqoto markaas waxay kuu noqonaysaa iyaduna addoon saan sheegaynay oo kale ikhwaani waxaa ka mid ah
جلجلاء عن لين هدومر كالله جل عسنا هذا ميله كيما هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركو حاسس كصلاة رقميه حديث بخاري ومسلم كسر كان عائشة وحيلاذ هاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم نبي حاسس كي سقار كم إذا أيو ششمين جري أسقى صوما ومعامله وناكسن أو كتو سيسا جعيل إيا نمرين كتو سيسا مركزو نبي وحيلاذ عائشة مرك الحديث صحيح ومسلم كسر كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل صائما نبي صوما أنجري فكان يقبل ما بدا له من وجهه أو كما قالت رضي الله عنها نبي صغى صوما أيوه ممكن جري وجهي أنت أرهو وجهه إغشش من جري وما حي وعاطفة ثيرية شهوة كلية ما هي أغاذة ما أها مركز تأو دمرك وحيابها قضاياتك أو حاكم إذا نيو ذاتها بري قبر قوسة قبر قوسة وشاكرنا عضيها أو لقالي أرنت أو ليقان عضي مركو قرسدي قبل يبان نينك واسكح ماذا واسفهم وعين مركي نينك لو ريسني وحيابو نهي وحاكم ذها قبل أن مركي أي سلاء قل قلام بو كل بعطوه دمرك مركو قرس وحادع كرتا بقن كجورج إني كل بعطوه مرك سو حوجان كجاري إنه حوجا ضد كل تليه وحال لي الحوجا وكادي أنت النفسية ده أي دقيس أي حوجا قفكو أي دقيس مركز وحوليه مركز وكد عواني أنا وحنا أنكو قارئين عن دايو لكن مركز هم أي كيس يحضو قام بإله سؤال ثاني نما جوكت نما جوكت نما جوكت مركز أنا هاد كركة كقدري مركز أنا ماشي دوات كيمان ورجع أنت اللي قلص سؤال ذي مش كان سبع لماذا قف صو اسمك كمان صو اسمك جعلان صو نحريس كمان نحيسه لماذا قف هذي مر قف موحارك هذي لس شمي إندن لس كليه هاي هذي لس تابت إندن لس كليه هاي معها إخواني مركب ونرول وناسر يا نحريس وسعادة وأنا مداس عايش النبي كشيء صلى الله عليه وسلم وحالي مركب أحاديثه شكته ويقص الجرتي مركب سيدات كفهم الجرين قوادة عايش كشيء كينس إنا أيضته رضي الله عنها وأرضاها وحاكم إذا جد كلام مر نرولش هو ناسر إخواني أوفر صدى وحيابها أنكه الله مر ربنا إنا نقطة حبرا على الأوراق وحياب الله قرأ ولا قشه كلية وحن ربنا نلاش إن إنا كتب بقنا أو جري إن أنكو بدل أو وح براك تكال عن كدقنا نلاش إن إنا أنكو بدل وحاكم إذا التجاوز عن الأخطاء الدنيوية وحيابها خلدات كأدون ككوسة أبصن قفك كت أو كت عيا قفك كل النول إنا سكين ترتدو سكت أفتي وحاكم إذا وحيابها أرين تاسؤ على مدة فيريا قفكو ألدق ما يصير إخواني وامحي ما ملائك با قبل دعال قبتين ما ملائك با نينك كقوة ما ملك با مايا وامحي وابن آدم نبي قنا صلى الله عليه وسلم حديثك وحكو لي هاي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون عوانك أما شعارك أما وحا آدم مروى البهرت هذا ديكت حديثك هالنقضة بني آدم أوضن وخلدما وحاد كلا أكدقتا على مد أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أي حاس كي سبوا أني بالير ركسو حكويري إذا رأيتني غضبت هدالي أركت أنا عريسا فرضني إرهال لقلي هدالي أركت أنا عريسا إرهال لقلي ما أيضا كليا وإذا رأيتك غضبا هدانك أرك أضاع عريسا رضيتك وكرهال لقلي وإلا لم نصطحب هديك لما صاحبا إنه من وضعنا والانكر نظرش واساس قفك وحي أدونه كدعا رقا وحادي عكرتا ما أنت أودن هل شقو كشقيا أما لا بشقو نينك نوقبن ما لا بشق كشقيا أما هل شقو قبضنو ما كشقيا قبطا قريقي بي كشقيسا إلمهي بي هيسا راشين بي كريسا وحبي إيقتا وحادي عكرتا قاركو حتى إني بناك كسو شقيان إنت أسو شقبي إسكو هيسا هداد وحكستا أودعي على مسؤال سارتين ما حيسا أودعوه ذي ما حيسا أنغطي ما حيسا أنودع ذي آد لهذي قرقا بربر بكودن بين دونا وحي أدون كسابسا كإن دلابو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركو عايشة وغشيكي حديثك أم زرع أو ديراء دمر كرقو ذا أمانة يميت كم إذا وحي تري أو نينك إذا أي كشيكي سي وحيابا كشيكي سي وحاكم إذا ها نينك إذا مركو قرقا جوغو إن وحي أو كلب اللمي أسوي دينين ولا يسأل عما عهد
wixii uu igaga tegay ima weydiiyo. Markuu soo noqdo ima dhaho maxaa saan u yeeli weyday, maxaa saan u yeeshay. Nabigu sal allahu alayhi wasalam weligii baa layidhi waad maqasheen, qof ufna kuma dhihin, mana ceebaynin, raashin loo keenay weligii nabigu ma ceebaynin. Nabigu sal allahu alayhi wasalam waana midda ninkii shaacirkaa u dhahaya wa caynu ridaa can kulli caybin kaliilatun, isha ceebta raacraacda. Fiiri isha raadiga ah oon ceebta raacraacin weeye, wax kasta oo ceeba way ka indhalacdahay ma aragto. Kamaa anna cayna saqmi, sida isha jiran tubdi lmasaawiya, wixii xun ay u muujiso. Hadduu qofku uu wax raacraaco waxyaaba badan buu arkayaa oo ceeba, hadduu waxyaaba badan iska indhatirana weliba waxa adduunka ana waxyaaba badan ayuu qofku uusan ayuu iska indhalaabanayaa. Waxaa ka mid ah waxyaabaha nebiga sal allahu alayhi wasalam gurigiisa ka dhici jiray oo nebigu iska indhatiri jiray maalin maalmaha ka mid ah xadiid saxiixulbukhaari uu wariyey iyo nisaa'i oo lafdiga soo socdan nisaa'i baa iska leh, ayaa ummu salama ayaa rasuulka waxay u keentay iyo asxaabtiisa raashin isagoo guriga caaisha jooga. Caaisha way masayrtay, dhagaxba intay qaaday iyo xeeradii ku dhufatay kaasay kala jebisay. Nebigu sal allahu alayhi wasalam isagoo dhoola caddaynaya xeeradii buu qabtay, wuu isku soo ururiyey. Saxaabadii wuxuu ku yidhi kuluu gaarat ummukum, gaarat ummukum, gaarat ummukum, war hooyadiin way masayrtay raashinka cuna, muusan ceebaynin, muusan canaananin, muusan dilin. Maxaad u malayn lahayd adoo gurigaagii jooga oo rag akhyaara marti qaaday, hadday intay gabadhii xoogaa xanaaqdo raashinka ay dhulka ku dhufato ama ilmihii ay disho, horay baan ka furi lahayn soomaa. Nabigu laakiin sal allahu alayhi wasalam saas ma ahayn. Xeeradii wanaagsanayd oo caaisho u taallo ummu salama siiyey, middii jajabnaydna intuu isku xirxiray ayuu caaisho u daayey. Waa mucaamaladii nabigu sal allahu alayhi wasalam. Waxaa ka mid ah nolosha wanaagsan ikhwaani wadooyinka loo maro cadamu tasaamuxi maca alakhtaa'i diiniya, khaladaadka diiniga ah oo dhacaya in aan laga indhalaaban ee laysku baraarujiyo si xikmad ku jirto. Gurigaas muxuu ku noolanayaa sacaado haddii diin lagu camiro oo khalad uusan ka dhicin. Waxaana ka mid a xadiidka rasuulka sal allahu alayhi wasalam, xadiidkii juwayriya nabigu sal allahu alayhi wasalam may xadiidka caaisha nabigu intuu safray oo saxiix muslim oo uu soo laabtay ayuu wuxuu u yimid ayadoo guriga u qurxisoo daah ku xirxirtay, daah sawiro leh. Nabigu markuu soo galay wuu carooday, wejigiisa isbedelay, daahiibuu intuu qabtay buu jeexjeexay, sawiruu lahaa. Markaasuu wuxuu yidhi amaa taclamiin anna ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama alladiina yushbihuuna khalqa allah, miyaadan ogeyn dadka cadaabka ugu daran qiyaamada inay yihiin dadka khalqiga ilaahay shabaho oo wax sawira, miyaadan ogeyn. Caaisha miyay xanaaqday? Waxay tidhi daahyadan lacagta ka soo bixiyay maxaa u jeexjeexe, ma ay dhihine maadaama ay diin tahay way ku raacday xaas zawjkeedii oo rasuulkaa sal allahu alayhi wasalam. Wixii diina marka inaan laysu tanaasulin oo qof walba qofka kale uu ku raaco, hadday diin meesha soo gasho waa go'aamada marka horeba la gaarayo in midkaanii diin tahay ku saxsan lagu raaco. Waxaa ka mid ah waxyaabaha nolosha sacaadadeeda furaha u ah atazayun, in qof walba qofka kale uu isu qurxiyo. innaga gabdhaheennu intaa arrintaasi kuma gaabiyaan, innagoo dhan markhaati baan ka nahay badankeennu. Waxaa la yidhaha dumarka isugu carfinta badan oo guriga ugu hagaajin badan oo ugu labiska badan bay dumarkeennu ka mid yihiin. Raggeenna laakiin ilaahay baa og. Waxaa la sheegaa nin intuu maanta oo dhan tagsi soo waday 15 saacadood ama 10 saacadood buu habeenkii guriga imaanayaa, gabadha wuxuu rabaa inay carfayso oo ay labisan tahay, asaguna ma isdaryeelayo. Cumar baa waxaa la yidhi radiyallahu canhu waxaa u yimid nin acraabi oo reer baadiye ah, xaaskiisu ka sheeganayaa. Markay u soo dhawaayeen bay gacmaha ku taagtaagtay, waxay leedahay laa haada walaa ana, kan iyo aniga midna waxma maqlayna, waxba hadalay ku taagtaagaysaa. ninkiiba arkay waa nin basaasan oo reer baadiya oo dhibaataysan. intuu yeero wuxuu ku yidhi orod ninkaan raaco, soo qubayso, tinta soo jaro, isa soo carcarfi, ii soo noqo. ninkii wuu baxay, tintiibuu soo jartay, wuu soo qubaystay, wuuse soo qurxiyey, wuu soo laabtay. markaasuu wuxuu yihi orod xaaskaaga u tago salaan. markuu usoo dhawaaday ka carartay, way garan weyday. markaasuu yidhi zawjkaagii baan ahay, meeshii baa hadal ugu dambaysay baa la yidhi, way aamustay. markaasuu cumar wuxuu ku yihi orda israac oo gurigiina aada. markaasuu cumar wuxuu yidhi walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf, waxa lagu leeyahay oo kaleba iyaduna leedahay. cabdullahi ibnu cabaasna waa laga sheegaa inuu dhihi jiray xaaskaygu say isu qurxinaysaan anaguna isu qurxiyaa, inuu dhihi jiray. waxaa ka mid ah nolosha wanaagsan waana ikhwaani arrintan waa arrin aad iyo aad mujtamaceenna ugu yar
الجلوس مع الزوجة والتحدث معها إنو حاسك أن ننكو لفريستو أو لشيكيستو وقت سي لشيكيستو قفكو هاو أركو قفكو الدكسانة يا إناتاي وأنا النبي قد أقنك صلى الله عليه وسلم هل هم النبي أو كان السلام مدى يعجل عايش الله فريستي شاكت أر بدن أولى إلى حديث أم زرع بوجشكي مركز دمنا وحكوس وختمين الناكتي سجع على أيضنا أجعلي ذو أبو زرع اللي بيجري مركز سو حيري النبي صلى الله عليه وسلم أنا هو حانكو هاي أبو زرع سيد أم زرع أو هاي وكلا مركز وحكم إذا فرد جاس كفتا يرير أو معان وأني باتكينين وحكم إذا إسلام فريسي جاس إن لبض قف أي كود الشوريان وحيابها جوريا كذا عيا وحيابها مستقبل كود أي كود هاللان وحاكمد إخواني أو أنكسوا ختمي يا الله ماذا قف أو جوريا قد جن إن سك على المايستان عبادة يأدون كبا إن سك على المايستان عبادة إن سك نبغى حاسس كيسو كالمي سنجري عبادة هو كالمي سنجري وشيء جري عبادة يسو إنتو أصلا نقضوا وحدي جري وحيابا بضن وحاسن سمية محاسة مايستان نبي صلى الله عليه وسلم مركا نلاش جوري جانا سيدوا كلو كالمين جينا وصلى الله عليه وسلم مركا عام هان إخواني جد كلام مره طريق نلاش هو ناكسن وصدح لا الرمود إنك إنك حاس له دول الله وذا الرمود وناجيو إن أولير كيسو قرشة ودجيو أصي حاس كيسو أي أبن لجان دينت إلهي أي قرشها كسر عدان سعادة يكون ولا نيان والله يقول الحق ويهدي السبيل.